مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد نظير الكندوري. أهلا بكم أستاذ نظير. بداية، صراع على الوزارات الشاغرة وتلاسن بين الكتل، فكتلة النهج الوطني تقول إن الوزارة غير محصنة وتحالف الفتح يقول إن هناك من يعرقل الحكومة. كيف ترى الصراع السياسي على الوزارة الشاغرة؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حقيقة الصراع على الوزارات المتبقية أظنه قد تجاوز هذا الأمر، وأصبح الآن الصراع على وجود هذه الوزارة بالأصل. يعني من جانب هوشار الزباري القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني، اتهم حزب الدعوة وبالتعاون مع تيار الحكمة على إسقاط حكومة عبد المهدي. طبعا كما تعرف هوشار الزباري هو وحزبة من المستفيدين من وزارة عادل عبد المهدي بعد إغداق عبد المهدي بالكثير من المنح لإقليم كردستان، وما زالت هذه الجهود ل يعني إكمال الوزارة والمناصب الشاغرة تقابلها بنفس الوقت جهود أخرى لإسقاط الثقة عن وزراء آخرين. هذا يعني الجهد يقود تيار سائرون وكثير من الكتل السياسية. هل تعتقد يعني أن أزمة الوزارات الشاغرة يمكن أن تحسم خلال الفترة القادمة؟ لا أظن، يعني بالقريب العاجل ما زالت الخلافات مستحكمة، فمن جانبهم الكرد الآن لحد الآن مختلفين على يعني تسمية شخص لوزارة العدل، وكذلك الكتل السنية ما زالت لحد الآن مختلفة على يعني وزير التربية والدفاع. طبعا هذا كل هذا الخلاف يؤثر حتى على يعني عمل البرلمان الذي لحد الآن لم يحسم موضوع اللجان البرلمانية، وبالتالي يعني هناك شلل على مستوى الحكومة ومستوى العمل التشريعي في البرلمان. هل تعتقد أن هناك ربما ضوء أخضر يجب أن يأتي من جهة معينة قبل أن يعين أو تعين شخصية معينة في أي وزارة؟ يعني أنا أدرك إلى ما ترمي، يعني أنت تقصد الضوء الأخضر الذي يأتي من النظام الإيراني. النظام الإيراني بالرغم من أنه لديه مصلحة على بقاء الحال على هذا الوضع المتأزم، يعني حكومة غير مستقرة، عمل برلماني غير مستقر ولا ممنهج، وبالتالي تحاول إيران أن تحول العراق شيئا فشيئا إلى إحدى جمهوريات الموز، يعني لا قيمة لنظامها السياسي ولا شيء آخر. ولكن أعتقد أنا يعني النظام الإيراني له مصلحة بأن يبقى العراق هو نافذته الاقتصادية، هو مصدر لمليارات الدولارات التي تأتي إليه للتخلص من الأزمة المالية التي يعيشها في ظل العقوبات الأمريكية. لذلك هذه الفوضى السياسية هي من جانب تخدم إيران، ومن جانب آخر هي تحاول أن يبقى الكنترول بيدها من دون أن تفلت زمام الأمور بين يعني الكتل المختلفة والميليشيات المختلفة. سيد نظير، ما الاختلاف الآن ما بين الوضع القائم في العراق الآن بغياب بعض الوزراء وما بين ما كان سابقا موجود في عهد حيدر العبادي بوجود وزراء؟ يعني ما الذي اختلف بالنسبة للنفوذ الإيراني في العراق؟ إيران كما تفضلت هي مسيطرة وتتحكم بالمشهد السياسي العراقي، فما الذي يختلف بالنسبة لها أن وجدت وزارات شاغرة أو ممتلئة بمسؤولين؟ صحيح، يعني أن الاختلاف ليس كثيرا، ولكن أنا أرى أن يعني سيطرة إيران في عهد عبد المهدي هي بلغت ذروتها يعني أكثر من أي حكومة سابقة ما بعد الاحتلال. أنا أرى الآن يعني النظام الإيراني يتحكم في كل مفاصل الدولة العراقية سواء حكومة أو برلمان، وأيضا على الأرض تواجدها العسكري من خلال الميليشيات المنتشرة في العراق، بل هي الآن وصلت إلى مرحلة تستفيد من تلك الميليشيات لقمع التظاهرات التي تخرج عليها من داخل إيران. كما تعلم الخبر الذي تم تسريبه كيف أن القوات من الحشد الشعبي شاركت في قمع المتظاهرين في مدن الأحواز ضد السوء والمعاملة والإهمال الذي تلاقيه يعني النظام الإيراني لهذه الشريحة من المجتمع.
فيعني وصلت مرحلة السيطرة الإيرانية إلى مستوى ما انقطع النظير في عهد عبد المهدي. سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.